برضو مكالمة من سكايب الناقد الرياضي الأستاذ شادي صبرة طبعا من أرض المونديال، برضو نطمن منه عن أهم الأخبار اللي بتحصل هناك، لأنها الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين الكل ينتظر ماذا سيحدث غدا في هذه المباراة المهمة. أستاذ شادي ازي حضرتك يا فندم؟ على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال برنامجك الجديد، وبحييك وبحيي وإن شاء الله بإذن الله بكرة يكون فرحة كبيرة جدا، فرحة لجماهير الأهلي، فرحة للنادي الأهلي، فرحة لمصر كلها يا رب إن شاء الله. أستاذ شادي يعني طمنا الأول عن إيه اللي بيحصل في أرض المونديال عندكم، والدنيا ماشية إزاي، وأخبار جمهور النادي الأهلي إيه؟ الحقيقة يا كابتن يعني في حالة من الترقب والتحفظ من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي زي ما يكون هو طبعا زي ما كان فرحان ان هو يشاهد الاهلي هيلعب بكره وهيلعب على المركز الثالث وعلى المدينه القدسيه، لكن في نفس الوقت حزين ان البطوله بتنتهي وان فيها اخر مباراه يشوف فيها النادي الاهلي على يعني قريب منه على ارض الملعب وعلى الاهلي. ايوه لكن احنا جمهور النادي في بكره يعني عايز اقول ان في اعداد يعني طبعا الاعداد الجماهيريه لن تقل عن عدد الجماهير اللي كانوا موجود في مباراه بايرن ميونخ، يعني هيتكلم في 8500 متفرج ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين في استاد المدينه التعليميه. في رقصه بتقوم رقصه النادي الاهلي هنا بتقوم بدور جامد قوي في اجهزات كبيره من صفحه الغد استعمالا للمباراه من خلال التحركات من خلال الوصول للملعب من خلال التنفيذ المناسب. يعني في حاله من التوقف للجميع، وبرضه في حاله حزن. ايوه. حزن ان في اخر مباراه هتكون هيشوف فيها النادي الاهلي هنا. وان شاء الله تتكرر في النسخه اللي جايه باذن الله. حتى النهارده كان مستر موسيماني كان متفائل جدا وكان تحدث خلال المؤتمر الصحفي وقال ان شاء الله نرجع تاني، ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا تاني، وان شاء الله الاهلي يجي تاني في المونديال ويلعب في المونديال تاني. بالفعل هو ده اللي حصل في 2005 2006، يعني في 2005 كانت الامور صعبه لما عاد النادي الاهلي مره اخرى في 2006، يعني خد البطوله، خد البرونزيه، خد برونزيه هذه البطوله وتتذكر في ذلك الوقت، وكان وعد ما بين لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره وجمهورهم الحقيقه في ذلك الوقت برضه. مظبوط يا كابتن، هو 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 طموح النادي الاهلي مش نادي عادي، نادي الاهلي نادي بيلعب بدوافع، في كل بطوله بيتواجد فيها بيلعب بدوافع كتير، وهي انه يحقق بطوله ويحقق رقم قياسي ويحقق ميداليات. هو ده النادي الاهلي. اي كلام في اي حاجه ثانيه او مشاركه وكده هو مش يعني النادي الاهلي بيدور على البطولات وهدفه البطولات وهدفه تحقيق البطولات، وهو يقدر. يعني لعيبه الاهلي عندها احساس ان هي عايزه تفرح الجماهير. شايف حب الجماهير وحبهم ليهم وتفاعلهم ليهم خلال البطوله دي. انا عايز اقول لك كابتن، جماهير النادي الاهلي هي يعني سر نجاح النسخه دي من المونديال. مفيش نادي في البطوله رغم ان كل الانديه اللي مشاركه انديه ابطال قارات وانديه كبيره جماهيريه، لحتى نادي بايرن ميونخ نادي ليه قاعده شعبيه كبيره هنا وبيعسكر بقى 10 سنوات هنا في الدوحه، لكن النادي الاهلي بجماهيره كان شيء مختلف، كان حاله مختلفه. هو ده اللي الجماهير دلوقتي بكره بتشوفه، عايزه تشوفه في عيون اللعيبه، واللعيبه عايزه تشوفه في عيون الجماهير ويحتفلوا بيه سوا بعد الانتهاء المباراه ان شاء الله. طيب انا بتكلم كلامي ده ليس معناه ان المنافس يعني او فريق بالميراس الموضوع هيكون سهل، لا بالعكس طبعا الموضوع صعب، وهو فريق الحقيقه الخبراء كلهم اجمعوا على وكابتن عادل وكابتن ابراهيم اجمعوا ان هذه المباراه قد تكون اصعب كمان من مباراه البايرن. مظبوط يا كابتن، مظبوط. احنا فعلا احنا بنتكلم في نادي بطوله الدوري البرازيلي 10 مرات، يعني حقق كاس البرازيل 3 مرات، فريق صحيح مركزه متراجع بعض الشيء في الدوري السادس او السابع، بيحتل المركز السادس بالظبط، لكن هو فريق يعني بيدخل مرمى اهداف، يعني هو حتى الان شارك في 33 مباراه دخل في 32 مباراه وخسر 8 مباريات، وده يؤكد ان سهل الوصول للشباك، يعني هيكون الموضوع مش مستحيل. هو لعيبه الاهلي زي ما قلنا عندها دوافع، ولعيبه الاهلي احنا على يقين ان هم بكره في المباراه هيكونوا بيلعبوا ب 100% بقمه التركيز وقمه الروح. هو ده هدفنا وهو ده اللي احنا نامل ان احنا نراه بكره ان شاء الله،
من اجل اسعاد جماهير الاهلي، من اجل تحقيق لقب او تحقيق ميداليه برونزيه بقى لها 15 سنه، يعني اخر مره كانت من 15 سنه. فهي دي الدوافع اللي عند الجماهير واللي عند اللعيبه. طيب ان شاء استاذ الله. شادي، انا برضو عايز اسالك عن بيتسو موسيماني، ايه رايك في بيتسو موسيماني خصوصا في مباراه البايرن؟ يعني مدرب واقعي، مدرب واقعي، واستطاع ان هو يعني يتعامل مع المباراه بواقعيه شديده. محدش يقدر يلومه في اي شيء، هي انت بتلعب اقوى فريق في العالم في الوقت الحالي، يعني اقوى فرق في اوروبا لم تستطع ان تفعل شيء مع بايرن ميونخ. انك تخرج من النادي الاهلي يخرج بنتيجه 2-0 امام اقوى فريق في العالم، ده امر يحسب، امر يحسب لمستر موسيماني ويحسب للنادي الاهلي. انا عايز الفت نظرك ان مستر موسيماني، يعني انت اكيد طبعا عارف يا كابتن، يعني وعارف اكتر من اي حد، مستر موسيماني منذ توليه الفريق يعني الاهلي كان بيقدم، الاهلي حقق انتصارات كويسه جدا. الاهلي حتى في اسوأ، حتى في اسوأ او في اقل عروضه لم يخسر، يعني بقاله فتره طويله جدا ما خسرش. دي حاجه تؤكد ان تمام. المدرب ده مدرب يمتلك تكتيك، يمتلك شخصيه، تمام. يمتلك القدره على احتواء وترابط الفريق. انا بشكرك استاذ شادي على وجودك معانا. استاذ شادي صبره من ارض المونديال، زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نضع حضراتكم دائما في ارض الحدث او ماذا يحدث في ارض المونديال.